تلميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أضع صحيح أو خطأ أمام العبارة المناسبة ثم أصحح الخطأ إن وجد. الأسد حيوان معتشب. أحسنتم، إجابة خاطئة. أصحح، الأسد حيوان مفترس. أكتب مفترس. تقوم الحيوانات بسلوك خاص عند التكاثر. نعيد، تقوم الحيوانات بسلوك خاص عند التكاثر. جيد، إجابة صحيحة. يشترط تواجد الذكر والأنثى معا عند التكاثر. أحسنتم، إجابة صحيحة. يشترط تواجد الذكر مع الأنثى. غذاء القرد المفضل هو الجزر. إجابة خاطئة. غذاء القرد المفضل هو طبعا الموز. مصحح، الموز. تتغذى بعض الحيوانات على حيوانات أخرى. تتغذى بعض الحيوانات على حيوانات أخرى. صحيحة. ننتقل إلى التمرين الثاني. صنف الحيوانات الآتية حسب الجدول. لدينا الحيوانات: الأسد، البقرة، الذئب، الزرافة، الحمامة، الدجاجة. لدينا ثلاث أصناف: حيوان عشبي، حيوان لحمي، وحيوان حبوبي. الأسد من آكلات اللحوم. أحسنتم، هو حيوان لحمي. اكتب الأسد. البقرة، أحسنتم، من آكلات العشب، هي حيوان عشبي. الذئب حيوان مفترس. أحسنتم، هو حيوان لحمي. الزرافة من آكلات العشب، حيوان عشبي. ننتقل إلى الحمامة. أكلات الحبوب، حيوان حبوبي. نفس الشيء بالنسبة إلى الدجاجة، الدجاجة حيوان عشبي. نراجع، البقرة والزرافة حيوان عشبي، الأسد والذئب حيوان لحمي، الحمامة والدجاجة حيوان حبوبي. نواصل التمرين أو الاختبار مع التمرين الثالث. أكمل بما يناسب: الدفاعي، الأخطاري، صغارها، مفردها. ترعى الحيوانات، جيد، صغارها. فتحميها من مختلف، جيد، الأخطاري. حتى تكبر وتصبح قادرة على، جيد، الدفاع عن نفسها وتتحصل على غذائها ب، جيد، بمفردها، معناها بنفسها. نقرأ الفقرة. ترعى الحيوانات صغارها فتحميها من مختلف الأخطار حتى تكبر وتصبح قادرة على الدفاع عن نفسها وتتحصل على غذائها بمفردها. التمرين الرابع. أصل بسهم بين ذكر الحيوان وأنثى. لدينا الأسد، الثور، الديك، والجمل. ذكور الحيوانات: إناث الحيوانات، أنثى الحيوان، الدجاجة، اللبؤة، البقرة، والناقة. نكبت، أنثى الأسد، أحسنتم، هي اللبؤة. نكبت، الثور، ذكر الحيوان الثور، أنثى الثور، هي، جيد، البقرة.
لدينا الديك، أنت الديك، هي طبعا الدجاجة. وفي الآخر بقي لنا الجمل، أنت الجمل، هي الناقة. نراجع التمرين. ذكور الحيوانات، الأسد، أنثاه، هي اللبؤة، أنثى الثور، هي البقرة، أنثى الديك، هي الدجاجة، وأنثى الجمل، هي الناقة. التمرين الأخير والخامس، أضع علامة زائد في الخانة المناسبة. لدينا الحيوان، النمر، العنزة، الثعلب، والزرافة. يفترس، يعتشب. يفترس معناها يأكل اللحم، يعتشب من أكلات العشب. النمر، أحسنتم، هو حيوان أكلات اللحوم، يفترس، أضع علامة زائد. العنزة من أكلات العشب، جيد، تعتشب، أضع الزائد، هنا يفترس وهنا يعتشب. الثعلب، نعم، هو حيوان مفترس، يفترس. والزرافة من أكلات العشب، تعتشب. نراجع، النمر يفترس، العنزة تعتشب، الثعلب يفترس، والزرافة تعتشب. وهكذا انتهينا من اختبار التربية العلمية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشغيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.